اهلا بيكم معايا النهارده. النهارده هنعمل مكونات بسيطه وسهله خالص لكفته الحاتي، بس كفته حاتي بجد مش اي كلام. كل اللي احنا محتاجينه علبه سبايسي اللي هي كفته الحاتي. العلبه دي بتكفي 2 كيلو بس، يعني هي فيها كيسين، الكيس يكفي كيلو. انا معايا كيلو لحمه بس انا ما بحطش الكميه كلها، انا باخد نص الكميه. كمان معانا معلقه كبيره بصل بودر ومعلقتين كبار بقسماط مطحون، ملح وفلفل حسب الرغبة، 7 بهارات وجوز الطيب ونص معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، والسبع بهارات نص معلقة صغيرة وجوز الطيب رشة كده أو أقل من ربع معلقة، يعني فتفوتة كده على المعلقة. هحط بقى كل الإضافات دي، وزي ما قلت لكم في الأول أنا هاخد نص كيس بس من علبة سبايسي، مش هاخد الكيس كله. خلي بالكم الملح ما تزودوش قوي علشان هي البهارات بتاعت سبايسي، علبة سبايسي دي بيبقى فيها ملح، فاحنا مش عايزين حاجة تطلع معانا ملحة قوي. وبعدين نقدر ان احنا نضيف نص معلقة صغيرة ونختبرها. انا بختبرها باخد حتة صغيرة كده واحطها في طبق في مايكرويف على مدة 30 ثانية. اللحمة بتبقى استوت شوية بس اقدر ادوقها علشان ما ادوقش اللحمة وهي نية. انا بعمل كده، لو عايزين تعملوا كده وتجربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. دلوقتي بقى انا ضفت كل المكونات اللي معايا على اللحمه، مش هضيف اي حاجه تانية. شايفين السهوله بجد؟ يعني انا عايزاكم شويه تجربوا الطرق دي، ممكن حد يشوفها يقول ايه ده، ازاي كفته من غير بصل؟ البهارات دي فيها بصل، فيها بصل باودر وفيها كمان بقدونس في العلبه اللي احنا بنحطها من بهارات الحاتي، وها مش هتندموا ابدا. دلوقتي انا عجنت اللحمه لحد ما وصل معايا للشكل ده، ان الدهون بقت ملزقه في ايدي والدهون بقت باينه عروق بيضه كده وبقت ماسكه نفسها. انا غسلت ايدي وجبت بقى جنبي زي ما وريتكم انا لابسه جوانتي، فلو حطيت اللحمه كده هتلزق في ايدي. فبدات اجيب طبق فيه شويه زيت واحطها بس يعني في الايد اللي فيها الجوانتي علشان بس ما يلزقش. ابتدي اشكلها بالشكل ده، وانا بحب اخرمها من النص، يعني تديني مع الطريقه دي بيفضل ان انت تبقي عامله لها الخرم ده علشان هي ما فيهاش اي سوائل واحنا عايزينها تطلع طريه. وبعدين احنا هنسويها على الجرال ومش هتاخد تسويه كتير قوي، والخرم ده هيساعدنا ان هي تستوي من كل جنب وتطلع مستويه كويس ما فيهاش اي دم. بصوا شكلها حلو ازاي. انا بحاول اعمل بقى فيها الخطوط اللي انتوا شايفينها دي اللي بعملها في صبعي، هوريكم واحده تانية. طبعا لو انت عندك جريل بره وعايزه تشويها بره او على شوايه كهرباء او على شوايه فحم، هنعملها بقى في السياخ دي بالطريقه دي برضو، وهنسيبها فيها ونشويها بالطريقه دي. لكن انا هشويها على الجريل اللي على البوتاجاز، فاحنا مش هنحتاج قوي ان انا اعمل كله بالطريقه دي. انا هعمل بس واحده او اتنين كده بوريكم، وهعمل الباقي بالطريقه الاولانيه. بصوا شكلها حلو ازاي، زي بتاعت بالظبط كفتة الحاتي. والحركة اللي بنعملها في صباعنا دي بتدلنا النتيجة ان هي فعلا كفتة حاتي. انا دلوقتي بقى هسويها، طبعا درجة الحرارة انا هوريها لكم اهي ما بين المتوسطة والعالية. وبعد شوية اول ما بنديها الصدمة وتاخد لون كده من كل جنب بوطي شوية وخليها على وسط. هوريكم كل التفاصيل دلوقتي. انا جبت الجريل وحطيت فيها شوية سمنة كده، يعني علشان هي اصلا هي نون ستيك بس يعني بحب اتأكد. وحط الرشة دي. دلوقتي هنزل اول شوية من الكفتة، وانا مش هطول عليكم فهحاول اجري الخطوة دي شوية. دلوقتي اول ما تاخد اللون الاحمر ده الحلو هبتدي اقلبها. شايفين اصلا اللون لوحده جميل ازاي؟ بس ما اخدتش وقت فعلا خالص، يعني كمان البنات اللي بتشتغل او الرجالة اللي بتبقى بتشتغل ومش متجوزين ممكن تعملوها، سهلة جدا هتعجبكم قوي، طعمها يجنن. دلوقتي انا بقلبها كمان على الجناب علشان تديني نتيجة حلوة في التسوية، وكمان اللون يطلع احمر من كل جنب ومن كل اتجاه. وكمان هعمل لكم طرق كتير ومختلفة، عندي اكتر من طريقة بس دي اسهل طريقة واكتر طريقة انا بحبها. ودايما في ناس بتسألني ايه السر بتاع الكفتة، فانا قلت لكم سر الكفتة بتاعتي اهي. دلوقتي بقى انا قلبتها من كل الجناب وخليتها حمرة كده، يعني بقلبها من فوق ومن تحت وبعدين من الجنب ده وبعدين من الجنب التاني لحد ما تبقى من كل جنب هي لونها احمر وحلوة.
خلي بالكم ان هي ما بتاخدش وقت خالص على البوتاجاز، على قد ما نقدر ان احنا نخلي بالنا ونقلب بسرعة علشان ما فيش حاجة تاخد لون وحاجة ما تاخدش لون، فخلي بالكم. ولو بتشوها برضو على الجريل خلي بالكم. دي الدهون اللي نزلت من الكفتة، انا حطيتها في طبق صغير، وبقى هبتدي دلوقتي اعمل طشة الفحم اللي هتخليها فعلا بطعم وريحة كفتة الحاتي، وكل اللي بياكلها بيفتكرها فعلا جاهزة، فهتعجبكم جدا. بصوا بقى، انا حطيت الكفتة كلها في حلة، ده بيساعدني كتير ان انا لما احط الفحم اقدر احط عليه غطا وتبقى محكم والدخان كله ما يطلعش والكفتة تشم ريحة الفحم. عايزة اقول لكم ان الفحم مش صحي، فلو تقدروا تستغنوا عنها. لو انتوا كل يوم بتاكلوا كفتة او بتاكلوا مرتين او ثلاثة في الاسبوع، يعني بتحبوا الكفتة بتعملوها كتير، بلاش تعملوا خطوة الفحم دي كل مرة، خلوها كده لما نفسكم تهفكوا عليها. انا بقى هرمي الفحم دلوقتي وهاخد الكفتة كده واحطها في طبق. بصوا شكلها حلو ازاي، هوريكم دلوقتي. كمان هي مستوية كويس قوي، وكمان لونها رائع، طعمها كان يجنن بجد. جربوها مش هتخسروا اي حاجة، هتكسبوا ان انتوا عرفتوا طريقة سهلة وسريعة وجديدة. بصوا شكلها وحلاوتها، فعلا كأنها انتي مشتريها من برة. اعمليها والناس فعلا، يعني خاصة لو عندك عزومة بقى، هتلاقي الناس انبهرت، الكفتة دي انتي جايباها منين وعاملاها فين؟ يعني دايما بتسأل الاسئلة دي، فحبيت اقول لكم. هي كمان استوت حلوة قوي معانا من جوه، بصوا شكلها عامل ازاي، طرية وحلوة قوي. والناس اللي بتتعب من البصل، احنا عاملينها من غير بصل. عجبتكم وصفة النهاردة؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة.